طبعا انا حضرتك ما شاء الله ربنا يبارك فيك ويديك الصحه، وإياكم. عالم من العلماء ربنا يبارك لنا فيه. الله يغفر لنا لكن ولكم. كنت اختلف مع حضرتك، كنت سمعت حضرتك بتتكلم على الشيخ الشعراوي وقلت انه معظم الاحاديث اللي قالها ضعيفه، فانا اتشكلت في كل حاجه بسمعها كده منه. لا، هو في كلامه في توحيد الربوبية وكلامه وردوده على الملاحدة نافع جدا، ردوده على الملاحدة، لكن الناحية الحديثية هو مقل جدا رحمة الله تعالى عليه، مقل جدا من ذكر الأحاديث عن رسول الله. ولعلك تسمع، يعني اسمع محاضراته، قل جدا ذكره لأحاديث عن رسول الله، وأقل 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 أن يذكر قال ابن مسعود، قال ابن عباس، ولا أئمتنا وعلماؤنا. فهو له خواطر، له خواطر يذكر خواطره حول الآية. فنحن نتكلم الأحاديث، الأحاديث وتحريها ليس من يعني تحري الصحة ليس منهجا عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه وغفر الله لنا وله. ف كل يؤخذ منه ويرد، لكن أقول هو مجيد في الردود على الملاحدة، في الردود على الملاحدة مجيد في هذا الباب، ولكن التوجه الصوفي لا نحمده مع أحد ولا نحمده لأحد، وكذلك الأحاديث الضعيفة جدا لا نقبلها، بل ولا نقبل الضعيف أيضا فضلا عن الضعيف جدا. يعني مثلا حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث تالف وحكم عليه بعض عدد من العلماء بالوضع، إلى غير ذلك. فهذا الذي أقوله باختصار، وهذه أمور سنسأل عنها بين يدي الله، فلن تنفعني لا أنت ولن تنفعني عاطفة، والذي يعنينا هو أن نبين أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والرجل أفضل إلى ما قدم، لكن لا نحمد الاتجاهات الصوفية والاتجاهات التي فيها أحاديث ضعيفة وموضوعها. بارك الله فيك، ويشكر من هاجم الملاحدة، ويشكر من فند آراء الملاحدة الزائغين.